الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يبين في هذا الموضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصلا عظيما من أصول الإيمان، وركنا من أركان الدين، ألا وهو الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بتقدير الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كما قال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، كما قال جل وعلا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كما قال الله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله، فالكفر بالقدر
كفر بالله، لأن القدر قدرة الله عز وجل، فمن لم يؤمن به فهو كافر بالله العظيم، وتكذيبه بالقدر ناقض لتوحيده، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فإذا كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، إذا كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فلا يكون العبد مؤمنا بالله عز وجل إلا إذا آمن بأقدار الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها واقعة وكائنة وفق ما قدر جل وعلا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. في تقرير هذا الأصل العظيم يقول رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. تؤمن الفرقة الناجية أي تقر وتعتقد وتصدق بالقدر، أي بأقدار الله عز وجل كلها، وأن الأمور كلها بتقديره سبحانه وتعالى. تؤمن بذلك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، منبها بذلك رحمه الله تعالى إلى أن الإخلال بهذا الأصل والإخلال بالواجب اعتقاده في هذا الأصل خروج عن هدي أهل السنة والجماعة، هدي النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، فلا نجاة ولا فوز إلا بالإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى. قال: بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره، أي بكل ما يقع بأنه مقدر من خير أو شر، من حلو أو مر، من إيمان أو كفر، من هدى أو ضلال، إلى غير ذلك، كل ذلك بقدر، ولا يمكن أن يقع في ملك الله سبحانه وتعالى شيء لم يقدره الله، فالملك ملكه جل وعلا، ولا يقع فيه شيء إلا بتقديره سبحانه وتعالى. قال: بالقدر خيره وشره، والشر يقع في المفعول المقدر، وأما الله عز وجل فليس في أفعاله ولا في صفاته ولا في أسمائه شر، كما في الحديث: والشر ليس إليك. ووقوع هذه الأمور التي هي شر مقدرة كائنة واقعة بتقدير الله سبحانه وتعالى، وقوعها لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أفعاله كلها عن حكمة، ليس في فعله ما هو عبث، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن ذلك. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فتحصل من ذلك أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب. فإن شئت أن تقول الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب، أو أن تقول كما قال شيخ الإسلام هنا: الإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. ف
فالحاصل واحد، ولكن ذكر المرتبتين الأوليين في درجة واحدة لما بينهما من ارتباط، والأخيرتين في درجة واحدة لما بينهما كذلك من ارتباط، وإلا فهي مراتب أربعة للإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. هذه مراتب الإيمان بالقدر وهي أربع مراتب، وبينها رحمه الله بيانا وافيا مع ما راعى فيه في هذا الكتاب من اختصار وإيجاز، إلا أنه ذكر تأصيلات نافعة واستدلالات متينة في تقرير هذا الأصل بمراتبه. قال: فالدرجة الأولى، أي التي تنتظم شيئين، فالدرجة الأولى اقرأ. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين: الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون نعم الأولى أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. إذن هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، أن نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء، وأنه جل وعلا علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فأحاط جل وعلا بكل شيء علما. وعلمه تبارك وتعالى أزلي، والأزلي الذي ليس له بداية، وعلمه تبارك وتعالى أبدي، والأبدي الذي ليس له نهاية. فعلم الله سبحانه وتعالى أزلي ليس له بداية، وأبدي ليس له نهاية. فالأزل هو الدوام في الماضي، والأبد هو الدوام في المستقبل. فعلم الله سبحانه وتعالى جل وعلا محيط بكل شيء. علم ما الخلق عاملون، علم ما الخلق عاملون، أي جميع أعمال العباد أحاط بها علم الله، في كل حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو حديث أو سكوت، كل ذلكم أحاط به علم الله سبحانه وتعالى في الأزل، أحاط به علم الله جل وعلا في الأزل. قال: بعلمه القديم، أي الذي ليس له بداية، الذي ليس له بداية. والله عز وجل بصفاته أول ليس قبله شيء، الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، أي العلم الذي هو صفة الله موصوف به جل وعلا أزلا وأبدا. وعرفنا معنى الأزل والأبد، فالأزل الذي ليس له بداية، والأبد الذي ليس له نهاية. وعلم جميع أحوال، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال،
كل ذلك علمه الله جميع أحوال العباد، أي ما يكون من العباد من طاعات، والطاعة هي فعل المأمور وترك المحظور، فكل طاعة تقع فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بها، علم بها سبحانه وتعالى في الأزل. وكذلك المعاصي علمها الله سبحانه وتعالى وأحاط بها علم الله، والمعصية ارتكاب المنهي، ارتكاب المنهي وعدم الانصياع للأمر. والأرزاق، الأرزاق كل ما ينفع العبد هو رزق، فعلم الله أحاط بذلك، فكل رزق للعباد فعلم الله سبحانه وتعالى محيط به. كل لقمة وكل شربة ماء وكل شيء ينفع العبد فعلم الله سبحانه وتعالى محيط به، وعلمه جل وعلا في الأزل. والآجال أي الأمد المحدد ونهاية كل عبد ولكل أجل كتاب، علم الله سبحانه وتعالى محيط به. فالله عز وجل علم جميع أحوال العباد من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، هذه المرتبة الأولى. ثم ذكر المرتبة الثانية وهي الكتابة، قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هو اللوح الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده ليكتب فيه جل وعلا مقادير الخلائق، فخلق سبحانه وتعالى اللوح المحفوظ وخلق القلم. وأول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم أمره أن يكتب، فقال القلم ما أكتب؟ أي شيء أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد كانت هذه الكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كانت هذه الكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. مقادير الخلق أي ما قدره عليهم سبحانه وتعالى من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، من هداية أو ضلال، كل مقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ، كتبت في اللوح المحفوظ ووصف هذا اللوح بالمحفوظ لأنه حفظه الله سبحانه وتعالى، فلا يتطرق له أي شيء يخل به أو بما فيه، فهو محفوظ من الزيادة أو النقصان أو التغيير أو التبديل أو الحذف أو غير ذلك، حفظه الله سبحانه وتعالى، فهو لوح محفوظ كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير الخلائق. قال رحمه الله فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟
قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم مخرج في السنن وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ضبطت بالفتح فيهما في أول والقلم، وضبطت في الرفع بالرفع فيهما، أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر، قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وعلى الرواية الأولى أول ما خلق الله القلم تكون هذه الأولية متعلقها الكتابة، أي حين خلقه أمره أن يكتب، فأول ما خلقه أمره بالكتابة، أول ما خلقه أمره بالكتابة. والرواية الثانية أول ما خلق الله القلم تفيد أولية خلقه، تفيد أولية خلقه، وتحمل هذه الأولية على هذا العالم. الأولية هنا تحمل على هذا العالم لأن العرش مخلوق قبل القلم، لأن العرش مخلوق قبل القلم، ولهذا جاء في الحديث وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فعلى هذه الرواية تحمل الأولية أي هذا العالم، أول ما خلق الله القلم أي في هذا العالم. أما على الرواية الأولى فإن المعنى أي أن الله أول ما خلقه أمره بالكتابة، فقال القلم ما أكتب، أي شيء أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم أن قوله فما أصاب الإنسان، ما أصاب الإنسان أي أي مصاب يصيب الإنسان في نفسه في ماله في أهله، لم يكن ليخطئه، لأنه مقدر ومكتوب، وما قدر وكتب لا بد أن يقع طبقا لما قدر الرب سبحانه وتعالى وكتب سبحانه وتعالى. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أخطأه أي لم يصبه، نجا منه العبد، سلم منه، فما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال جفت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف، وهذا جاء في حديث ابن عباس. فالأقلام جفت أي بما هو كائن، جفت أي بما هو كائن. وذكر الأقلام بالجمع، ذكر الأقلام بالجمع لأن هناك القلم الذي كتب فيه ما هو كائن، في كتب فيه في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة أول ما خلق الله القلم، وهناك القلم الذي بيد الملك، ويقول الملك عندما ينفخ أو تنفخ الروح في الجنين يقال له اكتب، يقول الله الملك اكتب، فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهناك أيضا الأقلام التي بأيدي كتبة الأعمال، تكتب أعمال العباد. قال جفت الأقلام وطويت الصحف،
وطويت الصحف، وهذا تأكيد أن الأمور المقدرة ستقع وهي واقعة طبقا لما كتب في القلم وما جفت فيه الصحف. قال: كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والآية الكريمة هذه جمع فيها بين هاتين المرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. أما العلم ففي قوله يعلم ما في السماء والأرض، وأما الكتابة ففي قوله إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب، فجمع فيها بين هاتين المرتبتين اللتين جعلهما رحمه الله في درجة واحدة، العلم والكتابة. وقوله ألم تعلم، الاستفهام هنا للتقرير، أي أنه متقرر في علم النبي عليه الصلاة والسلام ومتيقن عنده أن الله عز وجل أحاط علما بما في السماء والأرض وأحاط علما بكل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما هو كائن في كتاب. قال: إن ذلك على الله يسير، أي هذه الكتابة وهذا التقدير أمر يسير على الله سبحانه وتعالى. ثم أورد قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والآية فيها ذكر الكتابة، وأن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أي الناس إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي أن نوجدها ونخلقها إن ذلك على الله يسير. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه، هذا التقدير أي ما قدره جل وعلا على العباد وكتبه في اللوح المحفوظ التابع لعلمه سبحانه وتعالى، يكون في مواضع جملة وتفصيلة، يكون في مواضع جملة وتفصيلة، يكون في مواضع أي التقدير جملة متناولا للجميع، ويكون تفصيلا أي فيما تعلق بكل مخلوق أو كل إنسان بخصوصه أو كل سنة مثلا بخصوصها أو كل يوم بخصوصه، فهو يكون جملة وتفصيلا. ثم وضح ذلك، قال: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وهذا يسمى التقدير العام، وإليه الإشارة بقوله جملة. هذا التقدير العام الذي يتناول الجميع، وما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. ثم ذكر بعض التفاصيل، قال: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، يقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون عرقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك
فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذه أربع كلمات يكتبها الملك والإنسان جنينا في بطن أمه، والإنسان جنين في بطن أمه. قال: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بكتب أربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذا التقدير يسمى التقدير العمري، الأول التقدير العام، وهذا يسمى التقدير العمري، يعني الذي يتعلق بعمر كل إنسان بخصوصه. وهذا التقدير داخل في التقدير العام وليس أمرا خارجا عنه، فالذي يكتبه الملك في هذا التقدير الخاص بعمر الإنسان المعين هو داخل في التقدير العام ليس خارجا عنه، ولهذا يعد هذا التقدير تقديرا من بعد تقدير، يعد تقديرا من بعد تقدير، أي تقدير داخل في التقدير الأول الذي كتب في اللوح المحفوظ، وهو على عبارة شيخ الإسلام هنا كالتفصيل له، كالتفصيل له، ذاك عام وهذا التفصيل خاص بعمر كل إنسان بخصوصه. وقوله ونحو ذلك أي من التقديرات، وقوله ونحو ذلك أي من التقديرات، مثل التقدير السنوي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يكتب في ليلة القدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، يكتب في ليلة القدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. وكذلك التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، فهذه كلها تقديرات داخلة في التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ. قال: فهذا القدر قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، قد ينكره غلاة القدرية قديما، غلاة القدرية مثل معبد الجهني وغيره ممن بدأوا بدعة القدر كانوا ينكرون القدر بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، ينكرون ذلك كله. ويقول هنا شيخ الإسلام: قد ينكره غلاة القدرية قديما، قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، بل بعض العلماء يقول إن منكروه انقرضوا، بعض أهل العلم يقول إنهم انقرضوا وأصبح الذين ينكرون القدر ينكرون المرتبتين الأخيرتين: المشيئة والإيجاد، المشيئة والإيجاد، ولا ينكرون العلم السابق، ولا ينكرون العلم السابق. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن آمنوا به خصموا. إن أنكروا العلم السابق كفروا بالله بإنكارهم للعلم، وإن آمنوا به خصموا. ثم ذكر رحمه الله الدرجة الثانية، وفيها مرتبتان، المرتبة الثالثة والرابعة. قال: فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهذه تعد المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر: الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. المشيئة النافذة أي الذي لا رد لها،
التي تقع طبقا لما شاء سبحانه وتعالى. ومنه قولهم نفذ السهم في الرمية، فهي نافذة أي واقعة متحققة، لأن الله سبحانه وتعالى لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، فمشيئته نافذة وقدرته شاملة أي لكل شيء، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. فإذا شاء شيئا نفذ ووقع طبقا لما شاء لا رد لذلك، وقدرته شاملة أي لكل شيء، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ثم وضح ذلك قال وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أي أن الأمور كلها بمشيئة الله، ما شاء الله كان أي طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء على الوصف الذي شاء سبحانه وتعالى، وما لم يشاء لم يكن، وما لم يشاء لم يكن. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته، كل ما يقع في هذا الكون من حركة أو سكون كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا يتناول كل حركة تقع من حركة ريح أو مياه أو أشجار أو أناس أو طير أو غير ذلك، كل ذلك بمشيئة الله، كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يقع في هذا الكون من سكون كل ذلك بمشيئة الله، لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، الملك ملكه، ولا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يريده. ومعنى ما لا يريده أي كونا وقدرا، لأن الإرادة تطلق ويراد بها الكونية القدرية، وتطلق ويراد بها الشرعية الدينية. فقوله ولا يكون في ملكه إلا ما يريد أي إلا ما يريده كونا وقدرا سبحانه وتعالى. وأنه سبحانه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فقدرة الله على كل شيء، على الموجودات الأشياء الموجودة الله قدير عليها، إحياء، إماتة، صحة، مرضا إلى غير ذلك قدير عليها، تغييرا إلى غير ذلك، الله قدير على كل شيء من الموجودات والمعدومات. والمعدومات لأن أمره سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما وأوجده الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء من الموجودات أي الأشياء الموجودة قدير عليها، والمعدومات يخلق سبحانه وتعالى مخلوقاته من العدم، يخلقها من العدم ويوجدها بعد أن لم تكن، لم تكن شيئا فيوجدها ويخلقها سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. ثم ذكر المرتبة الرابعة قال فما من مخلوق، وهي مرتبة الخلق والإيجاد، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وهذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد، كما قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء،
وكما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون، وكما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وهذا يتناول الذوات والصفات والأفعال، فالله خالق الذوات وخالق ما يقوم فيها من حركات وسكنات وأفعال، فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه. إلى هنا يكون رحمه الله تعالى بين حقيقة الإيمان بالقدر التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، ألا وهي مراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ولا يكون مؤمنا بقدر الله سبحانه وتعالى إلا من آمن بهذه المراتب للقدر. لما بين ذلك رحمه الله وأوضحه أشار إلى أمور لا يعارض الإيمان بها وإثباتها الإيمان بالقدر، خلافا لما يظنه من يظنه من أهل الضلال من مخالفة لها أو معارضة لها للإيمان بالقدر. فلما بين الإيمان بالقدر بمراتبه قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. ومع ذلك أمر العباد، مع أنه قدر المقادير وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، مع ذلك أمرهم سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسله. فالعباد مأمورون بالطاعة، ولا يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية إلا من له مشيئة، إلا من له مشيئة وإرادة. ولهذا أمرهم ونهاهم، لأنهم لهم مشيئة وإرادة، خلقهم وخلق لهم مشيئة وإرادة، وهداهم النجدين وأرسل رسله وأنزل كتبه وأقام الحجة على العباد سبحانه وتعالى. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. نعم، أمرهم مع أن الأمور مكتوبة ومقدرة، مع أن الأمور مكتوبة ومقدرة، ولا يدري أحد من العباد ما كتب له، ما يدري أحد من العباد ما كتب له، ولا يدري ما حاله في اللوح المحفوظ، ولا يدري ما يختم له وما يكون عليه، كل ذلك لا يدري، أمر غيب عن العبد، مغيب عن العبد. ولهذا كان الإيمان بالقدر حقيقة كما جاءت به الرسل وكما أنزلت به الكتب أقوى ما يكون لتقوية صلة العبد بالله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه سبحانه. فالعبد يخاف من السوابق ويخاف من الخواتيم، يخاف من السوابق لأنه لا يدري ما الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى في شأنه وفي حقه وماذا يكون وإلى أين يكون، لا يدري ما الذي سبق له في علم الله من سعادة أو شقاء، من هداية أو ضلال، لا يدري عن ذلك. وأيضا الخواتيم لا يدري ما الخاتمة التي يكون عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالعبد لا يدري ما السوابق ولا يدري ما الخواتيم. وكان هذان الأمران السوابق والخواتيم يخيفان السلف والصالحين خوفا عظيما،
والعبد إذا آمن بالقدر، آمن بالقدر وأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه علم أنه عبد مأمور وأمره الله ونهاه وجعل له مشيئة، تجد أن هذا الإيمان يقوي صلته بالله، يقوي صلته بالله، فدائما يسأل الله الثبات. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا دعاء في هذا المعنى كثير: اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدني وسددني، اللهم من يسألك الهدى والتقى والإفة والغنى، الأمر كله بيد الله. فتجد العبد الموفق إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وآمن بالقدر كما جاءت به المرسلين وكما جاء في كتب الله سبحانه وتعالى، قويت صلته بالله. وأيضا في الوقت نفسه في المصائب والأقدار المؤلمة يعلم حينها أو حين وقوعها أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. فالإيمان بالقدر إذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد بتحقيق الإيمان به كان سبب سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة، بخلاف من يختل عنده هذا الإيمان ويقع في شكوك المبطلين والظنون والأوهام التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذه الأعمال التي نعملها ونقوم بها هل هي شيء مستأنف، يعني لم يقدر ولم يكتب، أو قدر، أمر قدر وقضي؟ قال: بل قدر وقضي عليه الصلاة والسلام. قالوا: ففيما العمل إذا كان قد قدر وقضي؟ قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة، نسأل الله أن يجعلنا أجمعين من أهل السعادة، من كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. والعبد لا يدري، لا يدري ما الذي قدر، لا يدري ما الذي قدر. إذا ما المطلوب؟ يتلخص في أمرين: اعملوا، جاهد نفسك على العمل بطاعة الله فيما يرضي الله، اجتهد في التقرب إلى الله، اجتهد في إصلاح نفسك بينك وبين الله، اجتهد في البعد عما حرم الله. وفي الوقت نفسه كل وقت وحين اطلب المدد والعون والتوفيق والتسديد والهداية والثبات، اطلب ذلك من الله. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا كان الله لك معينا ومسددا وحافظا وفقت لكل خير، وإذا خليت ونفسك ضعت. فيحتاج العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحات، ويستعين برب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك، هذا بذل السبب، واستعن بالله، هذا طلب المد والعون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معاصيه. إذن هذا الأمر بالطاعة والنهي عن معصية لا يعارض كون ذلك مقدر، بل من تمام الإيمان بالقدر أن نبذل الأسباب فعلا للطاعات واجتنابا للمنهيات. قال: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن الذين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. الله عز وجل خالق كل شيء ومقدر مقادير الخلائق، وهذا لا ينافي أنه لا يرضى لعباده الكفر، مع أنه أراده كونا وقدرا لكن لا يرضاه، أي شرعا ودينا، ولا يحبه سبحانه وتعالى، ولا يحب الفساد، ولا تنافي بين الأمرين ولا تعارض بينهما، إلا عند من يخلق بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية. فالله عز وجل يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على فعل هذه الأعمال التي يحبها الله ويرضاها، ويطلب من الله أن يعينه على فعلها والقيام بها. قال ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. إذن هذه الأمور يجب على العبد أن يجتنبها وأن يبتعد عنها، وأن يسأل الله عز وجل أن يعيده منها ومن فعلها. يتعوذ بالله من الكفر، يتعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، يتعوذ بالله من الشرك، ويجاهد نفسه على تجنب هذه الأشياء والبعد عنها. قال والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعباد فاعلون حقيقة، والعباد فاعلون حقيقة، أي ما يقوم به العبد من أفعال سواء كانت طاعات أو معاصي فهو الفاعل حقيقة، مثل ما يوضح ذلكم بقولها العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، لأنه هو الفاعل حقيقة وتنسب هذه الأفعال إليه سواء كانت أفعاله طاعات أو كانت أفعاله معاصي، هو الفاعل لها حقيقة. فالفاعل الحقيقي للأعمال التي تقع من العبد هو العبد نفسه. فالعباد فاعلون حقيقة، وهذا الفعل يقع منهم بمشيئتهم. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد هو الفاعل حقيقة بفعل يقع منه بمشيئته، مشيئة العبد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، أي أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، والله خالق أفعالهم، لأن الله خالق كل شيء، خالق العبد وخالق أفعال العبد، خالق العبد وخالق أفعال العبد. أما من يقول أن أفعال العبد ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة للعبد، فإنه بهذا صار مثل عقيدة المجوس الذين يقولون بوجود خالق مع الله سبحانه وتعالى. قال والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. قال وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، لأن الأمور كلها بمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وهذه الدرجة من القدر، أي الدرجة الثانية بمرتبتيها المشيئة والإيجاد، يكذب بها عامة القدرية، يكذب بها عامة القدرية. والمراد بالقدرية أي نفاة القدر، المراد بالقدرية أي القدرية النفاة الذين يقولون بنفي القدر. قال يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي
عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، وهذا جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام صححه بعض أهل العلم. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيه قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. يقول: ويغلو فيه قوم من أهل الإثبات، أي الإثبات للقدر، أولئك نفات، أولئك نفات الذين هم مجوس هذه الأمة، نفات للقدر. قال: يقابل هؤلاء قوم من أهل الإثبات، يعني الإثبات للقدر، فغلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، فقالوا: العبد ليس له مشيئة ولا قدرة، فأثبتوا قدرة الله ونفوا قدرة العبد ومشيئته، وهؤلاء يقال لهم القدرية المجبرة، يقال لهم القدرية المجبرة، أولئك يقال لهم القدرية النفات لأنهم يقولون بنفي القدر، وهؤلاء يقال لهم القدرية المجبرة لأنهم يقولون بالجبر، يقولون بالجبر، أي أن العبد مجبور على فعل نفسه، ويرون أن العبد كالورقة في مهب الريح ليس له اختيار ولا مشيئة، فغلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، ويخرجون عن أفعال الله حكمها ومصالحها، أي أن الله عز وجل فيما يفعله في من أفعال ليست عن حكمة ولا عن مصلحة. لما كان في عقيدتهم أن الفاعل الحقيقي هو الله، الفاعل الحقيقي هو الله ليس العبد، والعبد ليس له مشيئة ولا اختيار، وتجد أن هذه الأفعال التي يجعلون الفاعل الحقيقي هو الله أفعال فيها السيء والخبيث، فيها الفساد والضلال، وكلها يعتبرون الفاعل الحقيقي لها هو الله سبحانه وتعالى، فأخرجوا عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها، أي أنه لا يفعل عن حكمة ولا لمصلحة، تنزه الله وتقدس عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا، فأفعال الله كلها عن حكم، وتنزه وتقدس عن العبث وعن الباطل سبحانه وتعالى، بل أفعاله كلها عن حكمة، وهو عز وجل الحكيم، لا يكون فعل منه إلا عن حكمة، سواء علم العباد بها أو لم يعلموا، فأفعال الله جل وعلا كلها عن حكمة. فهذا الموضع فصل فيه رحمه الله بما يتناسب مع هذا المختصر ما يتعلق بالإيمان بالقدر، وهذه القطعة التي أثبتها هنا في بيان العقيدة في الإيمان بالقدر مع وجازتها أتت على أمهات هذا الباب وأصوله وقواعده العظام، فبين مراتب القدر التي لا إيمان بالقدر إلا بها، بعد أن بين مكانة القدر وعظيم شأنه، ثم ختم بذكر مسائل نبه أنها ليست معارضة ولا مصادمة للإيمان بالقدر بمراتبه التي سبق بيانه لها رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل عاقبتنا جميعا رشدا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت،
وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون عليه ما تهون علينا مصائب الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، توكلنا على الله ربنا، عليه وحده جل وعلا اعتمادنا وإليه استنادنا. اللهم فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.